المنيو بتاع بكره هتطبخوا لنا باميه ورز وكباب حله. احنا هننزل نشيل الحاجات دي من السوق، عايزين حاجه نجيبها لكم معانا واحنا جايين. مسحله او حاجه؟ نعم قصدي موس عشان احلق بيه القلم، ابري بيه دقني، احلق بيه موس، موس ابري بيه القلم. يا روحي حاضر اشتري لك برايه يا حلوه. هحلق دقني ببرايه؟ يخرب بيتك. فرصة غريبة أكون فايت من هنا وأنتوا نازلين رايحين السوق. وعرفت منين؟ ما هو أنتوا فعلا رايحين السوق. أصل الطباخ في الفيلا بتاعت عمه عيان قوي ما قدرش ينزل النهاردة. تعال، فرصة وحيدة وصلكم من غير زغلول وحسونة دول، تفضل. ميرسي قوي. إيه ده؟ هاي هلو. أنسة بهيرة، أنسة شهيرة. مش اوانس بقى، قصدي اوانس يا فندم. انا اوانس وهو كبد. تشرفنا. غصب عنك. صوتها كده اصلها بلعز وكامل العيله كله. انا مسكومه. ريحني ملفات. كزوزة اهدم. يا سلام، منتهى الرقة والكرم من الأنسة بيسا إنها تقعد معاها المجموعة دي كلها في الفيلا بتاعتها. بتاعت مين يا أختي؟ عمي، بتاعت عمي. ما هو أصل عمها صاحب الفيلا، راجل طيب قوي. بيني وبينك صاحب الفيلا دي راجل مغفل وحمار. أنا آسف يا أنسة، انا روحي راحت. اما حاجة غريبة عارفة، بالصدفة كنت ماشي من هنا وبعدين. امال فين نهد ونجوى؟ الاتنين عندهم تدريب في الملعب. زغلول وحسونة. استنى وحياتك، خدنا معاك. كلمهم مش معاك. ارجع لهم، حرام عليك. حرام عليك انتي، بقى انا موعود بالاتنين دول بالنهار وشهيرة وبهيرة بعد الظهر، والغريبة انه فيهم شبه من بعض. انت ما بتمشيش غير بحرس. حرس؟ عشان ايه؟ عشان بتخافي. من مين؟ مني انا. انا ما بخافش من حد ابدا. طب عيني في عينك. هو بيقول عليا انا؟ لا، عليا انا. انت من مواليد برج ايه؟ الاسد. صدفة غريبة، البرج بتاعي. تقابل شخصية عظيمة سيكون لها اثر كبير في حياتك. اسمع كلامه ولا تكن عنيدا. وريني كده. الاخرانية دي من عندي. انا ما بحبش ارقص بالشكل ده. كدابة، عيني في عينك كده. لازم اكون في الفيلا، احسن عمي موتني. عمك. طب تعالي. ايه
ترى اتأخرتي ليه يا بيسة؟ استغفر الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دي أول مرة تعملها. على فكرة أنا قلبي مش مطمن. إيه ده كريم؟ أنا بدهن كريم كراميل. بصراحة يا رجالة، يا بنات، بيسة بعد ما خرجت من الكلية النهاردة الصبح ركبت العربية مع حمد. أكيد كان معاهم زغلول وحسون. لا يا أختي، زغوا منهم. زغلول وحسون أخدوها موت رجل لغاية هنا، قصدي لغاية بيتهم. يا حرام. إيه صعبانين عليك أوي. حسونة بالذات طبعا هو اللي صعبان عليه. إشمعنى حسونة؟ أنتِ هبلة ما تفهمي بقى. صحيح يا نهد؟ ليه ما قلتليش من زمان؟ أنا كمان من يوم ما شفتك. من يوم ما شفتك قلت البنت دي وحسونة لايقين على بعض قوي. إيه اللي عندك في أبو إردان ده؟ يسلين أبو إردان؟ هو شكله أهبل فعلا زي أبو إردان. أبو إردان، أبو جلمبو برضه عاجبني. شاطرة يا بنت. على الأقل أحسن من سي زغلول بتاعك اللي عامل لي زي العرسة المبلولة يا أختي. عرسة لابسة فستان، لابسة بدلة. نجوى، يعني عايزة تقولي اللي أنت وزغلول يعني أنا ما بعبروش، إنما هو بيحبني ومعين في دباديبي، وبيقولي إن جمالك مسح جمال البنات الكلية بأستيكة. ما حصلش. يعني انا كدابه؟ يا بنت انتي. طب ده النهارده بالذات قعد يعيط ويقول لي ارحميني، انا لا بشرب ولا باكل ولا بذاكر ولا بنام. يا سلام، حب الكلبش في قلبي زي القراده. انا هو وقع على بوزه، ما عندوش كرامه ابدا. الله، احنا حلابك ولا ايه؟ اوعدنا يا الله. يلا بينا بقى يا شوشو، احسن الكلام ده بيجيب لي ارتكاري. يلا. بس نهد هي اللي نسمعها، حسونة مش حاسس بيها خالص. صور، هي شهيرة عمره ما قال لها كلمة حلوة؟ حجر، ما عندوش قلب. جبان، حيوان. انت تخلصي خالص. قولي لي يا حبيبتي، انت هتقابلي حسونة الساعة كام؟ الساعة 10. يا ريت تخليها 11 عشان عندي محاضرة. ايه؟ حسونة ضروري عنده محاضرة. لأن حسونة لما هيشوفك هيبقى فرحان قوي، هينطق، هيتكلم، هيتنطط، هيرقص، هيغني. أبوزك أبو غشنا. أنا هوب. قول، اتكلم. أنا اتكلم يا حسونة. أنا أصل في حاجة حلوة عاوز أقولها لك. قول، إيه هي الحاجة الحلوة دي؟ حلاوة حنية. يا سيد يا بدوي، أنا لا عارف آكل ولا أشرب ولا أنام ولا أذاكر ولا أعمل أي حاجة. تتكلم جد؟ آه والله، وحصلت السنة دي إن شاء الله، وأدي كان رئيس المحاضرات ما اتفتحتش أهي. ومن إيه ده؟ ايوه يا عم طبعا يا سيد. ما قلتليش من ايه ده؟ منك انت. جمالك مسح بنات الجامعه باستيكه، والاستيكه اهي. حبك كلبش في قلبي زي القراده. ايوه بالظبط، زي القراده، والقراده اهي.